من القاهرة ينضم إلينا السيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي. سيد عبد الباسط، السيد حفتر في كلمته بدا واثقا من نصر الجيش الليبي، قال بأن الجيش الليبي منتصر لا محالة، ودعا الميليشيات لإلقاء السلاح. برأيك ما هي المعطيات المتوفرة اليوم لدى الجيش الليبي التي تجعل من النصر نتيجة محتومة له؟ يعني 9 أشهر ماضية كانت حقيقة طويلة بكل أمانة، وكنا نطالب فيها بالحسم، ولكن أثبتت القوات المسلحة بكل ما لديها من إمكانيات ليست بالكبيرة جدا، فقط هو زادها البشري، الوعاء الشعبي، الحواضن الكبيرة في المنطقة الغربية التي ساعدتها في البقاء طيلة الأشهر الماضية في مناطق عنزارة وفي مشروع الهضبة وفي الخلاطات وفي طريق المطار. أثبتت القوات المسلحة قدرتها على سحب الميليشيات والتعامل معها وتكبيدها خسائر. الآن الجيش الليبي أرسل على مدى الأسبوع الماضي تعزيزات ضخمة وكبيرة جدا إلى كل محاور جنوب العاصمة طرابلس، إلى جنوب مدينة الزاوية، إلى مدينة غريان وجنوبها وطوقها. إذا نحن أمام حقيقة عمل عسكري كبير جدا، هناك يعني تحركات كبيرة منظمة، عمل منضبط. هذه التحركات إلى أي مدى تعكس استراتيجية يتم اتباعها من قبل الجيش؟ هذا التقدم إلى أي مدى هو تقدم تكتيكي، خصوصا بعد تدمير مخازن للأسلحة التركية والعتاد التركي قبل أيام؟ شوفي، هو طبعا الوضع كان صعب جدا على الجيش الليبي، لابد أن يدرس العدو، الميليشيات مدعومة من الخارج، أسلحة تركية، دعم قطري، مال ما إلى ذلك، جماعات إرهابية، لابد أن يحافظ على حياة المدنيين، قواعد الاشتباك مهم جدا للحفاظ عليها. نحن نتحدث على جنوب طرابلس، أعلى كثافة سكانية يعني في طرابلس وفي ليبيا بكلها، يعني موجودة في مناطق بوسليم وفي الهضبة، وبالتالي لابد أولا الحفاظ على أرواح المدنيين. كانت هذه هي الإنجاز الأهم لكي لا يكون هناك سقوط ضحايا كبير جدا في صفوف المدنيين، نجح الجيش في ذلك. الآن نحن نسير إلى الأمام إلى أن تتم تخليص العاصمة نهائيا. الآن المرحلة السياسية، دعنا نرى ما الذي سيحدث من بعد. الرؤية القادمة هي أن اتفاق الصخيرات سيذهب إلى غير عودة. هذا ما أود التحدث عنه سيد عبد الواسط، كيف يمكن لهذه المعركة أن تنعكس على الوضع السياسي بما فيه الاتفاقية بين السراج وتركيا، والتي تسعى تركيا جاهلة لتمريرها دوليا؟ لا، هي خلاص يعني الآن حكومة الرفاق بحكم الساقط، يعني بمجرد دخول طلائع القوات المسلحة إلى وسط العاصمة طرابلس والسيطرة على مقر الحكومة ومقر رئاسة الحكومة أصبح من عدمه، وبالتالي هذه الحكومة كلها مطلوبة لدى القيادة العامة على قوائم القبض، وإذا ما كان فايز السراج ومن معه موجودين سيتم القبض عليهم ومحاكمتهم بالخيانة العظمى. يعني هذه هي، إذا نحن بصدد ولادة مشهد سياسي جديد. الاتفاقية غير ملزمة للطرف الليبي نهائيا، بنص اتفاق الصخيرات المغربية الذي تستند عليه تركيا أنه لا يجوز للمجلس الرئاسي منفردا بدون تمريرها من خلال مجلس النواب الليبي والتصديق عليه اتفاقية دولية. ناهيك على أن أساسا حكومة الرفاق لم تنل الثقة من المجلس النواب، وبالتالي هذه حكومة غير دستورية، قانونا لا يصح لها أن تمثل الشعب الليبي. أشكرك سيد عبد الباسط بن هامل المحلل السياسي الليبي، كنت معنا من القاهرة.